السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة بتاعت النهاردة هنتكلم عن شركة إعلان جديدة، بما إن النهاردة السبت فهنتكلم عن شركة إعلان جديدة. بالنسبة إن احنا وصلنا ل 500 مشترك، 510 مشترك، ده ممتاز جدا بالنسبة لي. وبالنسبة برضو إن أنا بدأت يعني في اليوتيوب، بدأ يبقى ليا مكان. بدأ مثلا لو بحثت هنا عن فيديوهات باسم القناة بتاعتي، أو مثلا فيديوهات ممكن حتى لو مش باسم القناة بتاعتي، أو فيديوهات حتى لو كتبت بديل جوجل أدسنس أو حاجة زي كده، ممكن تلاقي اكتر من فيديو ليا او فيديو او فيديوهين ليا في نتائج البحث الاولى. وده ممتاز جدا بالنسبه لي، ودي حاجه انا ما كنتش بحلم ان انا اوصل لها. فان اوصل 500 مشترك بالسرعه دي في شهر او شهرين، ده ممتاز جدا. بالذات ان اول 100 مشترك او اول 200 300 مشترك ده بيبقى صعب جدا على فكره، على كل يوتيوبرز يعني. فانا حابب اتكلم عن تدوينتين مهمين جدا قبل ما ابدا الفيديو ده، وقبل ما ابدا شرح في شركه الاعلام بتاعت النهارده، ولكن بعد الفاصل. ورجعت لكم مرة تانية. أولا دي في أول تدوينة، أول تدوينة هي مهمة جدا بالنسبة للموقع جيت سي ار ال، وبالنسبة لي أنا شخصيا طبعا دي مهمة جدا. ليه بقى؟ هو هنا جيت سي ار ال عمل بلوك للجوجل شورتنر، لأن جوجل شورتنر بدأ يعمل بلوك لروابط جيت سي ار ال. لو يا ريت تكونوا فاهمين الموضوع ده، لما تخش مثلا على جوجل شورتنر وتلاقي الرابط بايظ، يعني مثلا ناس كتير قوي قالت لي الرابط اللي أنت حاطه بايظ. ايوه يا جماعه، لان انا كنت بحطه جيت سي ار ال ولكن بجوجل شورتنر، كنت بعمله في جوجل شورتنر قبل ما احطه في بعد ما احطه في جيت سي ار ال. يا ريت تكون النقطه دي وصلت لكم. يعني في اكتر من فيديو كذا واحد قال لي اللينك مش شغال، اللينك مش شغال. فان شاء الله باذن الله باذن الله هحاول اعدل في كل لينكات الفيديوهات، بحيث ان انا اخليها مش جوجل شورتنر، يعني احاول اخليها بيتلي مثلا، اللي هو بيتلي. انا يعني كنت بحط هنا بيتلي، المهم يعني بيتلي اللي هو الموقع التاني اللي هو منافس جوجل شورتنر. تمام، هو ده بالنسبه لجيت سي ار ال، او بالنسبه لاختصار رابط. لو لقيت اختصار رابط واللينكات اللي حاططها في الديسكريبشن بتاعت الفيديوهات القديمه مش شغاله، ف يا ريت تعذروني يعني بسبب الموضوع ده. تاني حاجه، هنا في مفاجاه كبيره جدا جيت سي ار ال عملها. طبعا مش واخد فلوس بسبب ان انا اقول الكلام ده يعني، ولكن حاجات مهمه جدا ولازم ندي الناس ده حقها. اولا جيت سي ار ال رفع السي بي ام 8 دولار للكويت، و7 دولار للامارات، و7 دولار لامريكا، و6 دولار ونص لاستراليا، و5 دولار و3.10 للسعوديه، 5 دولار و3.10 لقطر، لقصدي مصر، و4.5 دولار لقطر، 4.3 لعمان، 3.7 للجزائر، 3.7 للمغرب، 3 للسودان، و3.5 دولار لليبيا، و6.3 للعراق، و 3.7 لليمن، و3.5 دولار لسوريا. ده هيفيدنا بايه؟ طبعا ان جيت سي ار ال موقع ممتاز، والمواقع اللي مصداقيتها عاليه جدا، والمواقع اللي الناس كلها سحبت منها. انا نفسي سحبت منها قبل كده واكتر من مره يعني، سحبنا من الموقع ده. موقع ممتاز جدا يا جماعه، واعتقد ان هو بالحركه اللي هو عملها دي فهو اعلى موقع عربي لحد دلوقتي موثوق فيه 100% في السي بي ام. تمام، هو اعلى موقع عربي انا شفته لحد دلوقتي. هتقول لي امال بالنسبه للموقع اللي فات واللي قبليها؟ هقول لك ماشي، دي مواقع ممتازه جدا، موقع ولكن كان اعلى حاجه فيه 7 دولار، لكن ده 8 دولار في الكويت، 8 دولار. فاعتقد الموقع ده ممتاز جدا يا جماعه، تقدروا تستخدموه، وهسيب لك اللينك عشان تشتغل في الموقع ده اسفل الفيديو. ليه برضه انا قلت كده؟ ان الموقع ده قريب جدا جدا جدا، يعني في شهر جاي او شهرين هتلاقي الموقع ده التسجيل فيه بقى ب 10 دولار، اكتر كمان من 10 دولار، لان العضويه فيه، العضويه البريميوم، بقت ب 50 دولار. زي ما قلت لك الموقع ده هيبقى غالي جدا بعد كده. فهنخش على طول في شرح الشركه بتاعت النهارده، وهي اتمنى بس انك تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه قبل ما نبدا الشرح. ونخش على الشركه بتاعت النهارده، اسمها جلوبال ميديا دي. تمام، اول ما تفتح اللينك، خلي مثلا نجيب الهوم بس بتاعتها كده الاول، هتلاقي عندك الببلشرز. تمام، هتضغط عليها هتلاقي حبه كلام كده مالكش دعوه بيه، هتنزل تحت خالص تلاقي الببلشر ساين اب. تمام، هنا تكتب حاجات سهله جدا، هتكتب الايميل والباسورد، وهنا تعيد الباسورد، تكتب فيرست نيم ولاست نيم والبلد والسيتي، مش لازم كل حاجه تبقى صح. تمام، الستيت والزد اي بي كود والفون رقمك والسكايب اي دي، وتعمل اي اجري وتعمل ساين اب، وهيسجل معاك عادي جدا ومن غير حتى اكتيفيت، هتلاقيه تمام معاك. بعد كده هنضغط لوجن، هننزل نضغط هنا سبميت،
عشان نسجل ايميل وباسورد طبعا كالعادة. تمام، بيقول هنا في مشكلة. تمام، هنقول له هنا لا احنا مش عايزين الصفحة دي، احنا عايزين الداشبورد بتاعتنا. تمام، يعني لو جات لك الصفحة دي تعمل كده بس. تمام يا شباب، نتكلم بقى بشكل عام عن الموقع. اولا الموقع ده جديد تمام كالعادة. تاني حاجة الموقع بوب اندر فقط، اعلانات بوب اندر فقط. تالت حاجة بيقبل كل المواقع. رابع حاجة بيدفع عن طريق الباي بال. خامس حاجة الموقع بيدفع اقل مبلغ للسحب هو $5. تمام، متفقين. نضغط هنا على الويب سايتس عشان نضيف الموقع وناخد الشفرة. تمي كريت ويب سايت، نيم اسمك، اسم الويب سايت، اليو ار ال، كيوردز. تمام، الكيوردز دي مثلا هتعمل الحاجات اللي انت بتشتغل فيها على الموقع بحيث انه يجيب لك اعلانات على الحاجات دي. تمام، مثلا انا بتكلم في السبورتس، التموم ضغط انتر وتكتب الكيوردز اللي انت عايزها. هنا تحط اللينك الموقع بتاعك تاني. هنا السلكت، هنا هتختار برضو الحاجة اللي انت بتشتغل فيها مهما كان بقى، هتلاقي عندك اكتر من حاجة. ما تختارش ادلت ويب سايتس، دي تعتبر يعني اعلانات اباحية وما تزعلوش مننا يا شباب. فكل مش ده مش مزاجي، كل مواقع فيها الادلت ويب سايتس، كل المواقع بلا استثناء شركات الاعلانات الجديدة بيبقى فيها الادلت ويب سايتس للأسف، فيعني دي مش حاجة كويسة طبعا. تمام، دي هتسيبها فاضية ودي هتختار فيها 30 ثانية، اللي هو يعني ايه؟ يعني كل 30 ثانية مثلا هشرحها لكم بالتفصيل بعد كده، وتضغط على كرييت وهيجي معاك الموقع مباشرة. هنضغط على الويب سايتس عشان نشوف الموقع لما يتسجل. تمام، هننزل تحت بقى هتلاقي الموقع ظهر معاك تحت هنا، بيتقبل على طول يعني مش هياخد معاك وقت. تمام، الموقع قدامك كده بالظبط. هتضغط على اكشن ثم جيت كود، هتاخد الكود بالشكل ده كوبي كده. احنا مش محتاجين الموقع تاني، خلاص احنا قلنا كل حاجه لها علاقه بالموقع. هنضغط على بلاجر، ما عدا بقى طبعا قائمه الريبورت، دي بتلاقي فيها طبعا تقارير بتاعتك اليوميه عادي جدا. هتضغط على التخطيط. تمام، ماشيين معايا دلوقتي. هننزل ننزل ننزل. انا يعني بالنسبه لي انا الموضوع كده بالنسبه لي اللي هي HTML and JavaScript، هتعمل إضافة أداة لكن أنا ضايفه قبل كده زي ما انتوا شايفين هنا. هتعمل HTML and JavaScript، تضغط على Paste. تمام، ثم حفظ وانتهى الموضوع. Leave أنا ضايفه هنا زي ما انتوا شايفين. تعمل هنا عرض المدونة. معلش شباب أنا صوتي فعلا لسه تعبان من ساعة التعب اللي أنا كنت فيه، تعبان جدا، فحاول بخلص الحلقات بسرعة يعني. تمام، زي ما انت شايف ظهر مباشرة الإعلان، زي ما انت شايف جلوبال ميديا عشان ما حدش يقول لي ده انت جايب حاجة تانية. وزي ما انت شايف ادي الإعلان وادي الموقع بدأ يظهر. تمام تمام يا شباب. كل بقى مثلا انا دخلت على اي مثلا حاجة من الحاجات دي مثلا زي ده، مثلا اوريك يعني معنى كلمة 30 ثانية. تمام، بالمعنى كده عشان ما نستناش. زي ما انت شايف هو هنا ظهر على طول دي مره. تمام، بعد 30 ثانيه مثلا انا جيت تحت هنا، مثلا انا اتفرجت كده على المدونه وخلاص انا كده تمام، في تحميل تحت مثلا اقوم ضغط عليه. ضغطنا على التحميل هتلاقيه ظهر معاك مره تانية، هيظهر معاك ايه؟ البوب اندر. تمام، ده برضو حاجه من اللي هي بتزود البوب اندر عندك او بتزود الربح عندك بشكل كبير. تمام يا كده النقطة دي انتوا وصلت لكم. تمام، بس كده احنا شرحنا الموقع ده. تمام، مرة تانية الموقع ده جوجل شورتنر، ده خلاص كده بالسلامة. ده بالنسبة لجوجل او قصدي بالنسبة لجيتس يو ار ال، بالنسبة لاختصار الرابط اللي انا كنت بعمله ده كده. لو لقيت اللي هو اللينكات بايظة فاعرف ان ده مش ذنبي. تاني حاجة جيتس يو ار ال كده تمام، هسيب لك اللينك اسفل الفيديو تسجل في الموقع عشان هيبقى عضوية تبقى غالية بعد كده. وتالت حاجة متنساش تشترك في القناة بتاعتي، ويا ريت تعمل لايك لصفحة الفيسبوك، هسيبها لك برضو أسفل الفيديو لأن ده مهم جدا بالنسبة لي، بحيث إن أنا لو برنامج الأبطال بدأ يقفل قنوات يوتيوب كتيرة جدا وبقاله فترة، بقاله شهرين تقريبا عمال بيقفل قنوات، فبحيث إن أنا لو قناتي اتقفلت تعرف ترجع لي في أي وقت، ويبقى عندي الاستطاعة إن أنا أقدر أرجع المشتركين وأقدر أرجع القناة مرة تانية. حاجة تانية برضو عايز أتكلم فيها،
بحس ان انا ما بردش على الناس برضو في الكومنتات، مش كل الناس برد عليها زي الاول، وبرضو في الفيسبوك مش بقدر ارد على كل الناس. انا فعلا الايام دي فعلا يعني مشغول بطريقه كبيره جدا، مش عارف ارد اصلا ولا عارف، مش مشغول يعني بالكميه الكومنتات الكتير يعني. انا برضو لسه كومنتاتي مش كتير ولا حاجه يعني، مش 1000 كومنت يعني عشان ما اعرفش ارد، ولكن فعلا الموضوع بيبقى صعب جدا بالنسبه لي. ولكن ان شاء الله ارجع مره تانية ارد على الناس كلها، ولكن يا ريت ما حدش يزعل مني بس اللي انا ما بردش عليه، لان ما عدتش قادر اصلا امسك الموبايل في الايام دي. فانا اسف جدا يا شباب. يا ريت لو عجبك الفيديو تضغط لايك للفيديو ده واشتراك في القناة لو كنت اول مرة تشوف حلقات مستر بومتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.